منهم الله خير. دابا انت وليداتك في الزنقه شردين انا وليداتي حتى كتشوف الحال، راه المولا الدار، راه البنيه، البنيه راه البنيه الاخرى في دارها، هذيك راه بلا صنداله، هذيك الدريه راه خارجه بلا صنداله، هذيك جاو خرجوهم خلوهم بحكا عريانين، ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا ما ناكلو، ما عندنا ما نشربو، سورتو لينا على شغلنا الدولينا ديالنا. واش كاين شي قانون؟ انا هادشي بغيت نعرف، واش كاين شي قانون هاد الناس كيخول ليهم مرحبا على عيننا وعلى راسنا، ما قلناش شي حاجة العيب، هم مقبلين وهادشي ماشي مشكل، ولكن جيتي عندك الافراغ باش تنفذ عليا الافراغ، خرج لي حوايجي. انا حنا كنسمعوا هنا في المغرب الناس حكمت عليهم المحكمة، خرجوا لهم حوايجهم، لاحوهم لهم في الزنقة، ماشي جاو خرجوا لي ولادو خلوهم عريانين جيعانين حفيانين. انا دابا ولادي كيباتوها هنايا، مارتي كتبات في قنت، بنتي هذيك راه هي مارتي عند من كتبات، انا كنبات في رياض الولفة عند مع خويا زوفري. ادري ليها هو شوف اش لابس، شوف هو عاطينو الناس تقاشر، راه هما كان لابسه صندال حفيان، راه كان حالته كي دايره ها هو. واش هاد الوليدات هادو ديال الزنقة هادو خرجوا لي انا كل شيء حوايجي، هاد الشيء حاجه باقي ما خديتش الجاكيطه، ما خديتهاش من والو بحكه. ها انت كتشوف فينا بحكه، هذا هو راس مالي انا دابا بحكه، بحكه هذيك المراه وهذوك الوليدات بحكه، هذا هو راس مالي. لا اله الا الله. اذا متابعينا الكرام مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، مباشر اللي هو مؤلم وغير مفهوم وبزاف ديال الامور. هاد السيد هذا اللي كان كيكتاري واحد الدويره تقريبا المدة ديال 11 عام، اليوم جاء عفوا نهار الخميس جاء القرار ديال الإفراغ، ديال الإفراغ. الغريب في الأمر هو أنه فخرج من دارو بلا حتى شي جاكيطة، بلا حتى شي وراق ديالو، والو 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 بحكة. حنا كتشوف فينا بحكة خارجين بحكة، من نهار الخميس حنا بحكة. أنا ما بقيتش عرفت واش غنمشي نقلب على راسي نجيب لهم ما ياكلو، ولا غنمشي نقلب كيفاش ناخذ ليهم حوايجهم، ولا نمشي نقلب كيفاش نكري، ما عنديش حتى باش نكري. انا اخي 3 سنين ديال كورونا ما كنعيش بزز باش عيش، ويجي يسد ليا على داك الرزيق اللي كاين ما كنا مضيبانين به جاو سدوا ليا عليه، وانا بقيت دابا في الزنقه انا وولادي، ما عرفتش هذا القانون من جاني انا. ماشي الله الله بقيت الله الله. دابا كي كدير كتباش كي فين كيباش كيباتوا وليداتها هما كيباتوا. هذيك المراه راه كتبات كل مره فين، مره تبات عند واحد المراه هنا، مره تبات عند واحد المراه في الدوار اللي الفوق، وبنتي راه هي كتبات عند واحد الناس ها هما فين ساكنين، وانا راه كنباتها ما الزوافريه في ما كان شي واحد عنده شي بلاصه خاويه كنمشي نبات معاه فيها. ودابا راني ما عارفش فين غنمشي، دابا حاليا انا ما عارفش باقي، ما عارفش فين غنمشي، لا انا لا ولادي لا ما عارفش اش ندير هاد الليله. هاد في هاد الليله بالضبط انا ما عارفش اش غندير، ما عرفتش. احنا جانا حكم وجا قرار، عرفناه قانون، كاين قانون مرحبا على عيننا وراسنا، ما قلناش شي حاجه العيب، ولكن خرج لي حوايجي وخرج لي ولادي. هذيك الساعه نمشي انا، كيفاش درتي لي انا دابا حكمتي عليا اشنو انا زبل؟ صافي راه ولينا حنا بحال الزبل دابا، شدوا منا الحوايج، شدوا منا كلشي، خرجونا للزنقه. يعني اشنو ننتحر نموت نمشي للبحر نلوحهم؟ انا دابا هاد الاولاد نكرهم انا كاع، نزيد ونخلي كلشي، ما عندي حتى ورقه، ما عندهم لا حاله مدنيه لا قاعات لا والو، واش باش يعرفوهم راه ولادي؟ انا اللي بغيت نعرف هو القانون، الى كاين شي قانون اللي غادي يفرض عليا انني نخرج بحال هكا ونخرج بهاد الحاله هادي، مرحبا. عطيني حكم ديالو، ما عطيتينيش حكم ديالو. وهاد الدار هادي، هاد الدار هادي، هاد الدار هادي كي دايره بعدا اللي داعيين عليها، بعدا خصك تشوفها كي دايره بعدا. انا عندي التصاور ديالها حاصلين، عندي واحد جوج تصاور نوريهم لك كي داير البلافو ديالها. راني شاكي بها في جميع الجهات، ومشيت لجميع السلطات كيقولوا لي سير دير شكايه لوكيل الملك. هادشي كي بيمن ندير انا عند وكيل الملك، بيمن غنديرها بمول الدار راهي ولا الدار، غنديرها بالعون القضائي عنده حكم، غنديرها بالبوليس راه كيديروا خدمتهم. هاد الدار كي دايره هاي، هاد الدار كلها بحال هكا، راه كانت محلوله دابا غتشوفها راه كامله رايبه. هاد الدار هادشي كامل ناض على الصداع، على قبل هاد الدار هادي، على قبل هاد الاصلاح هذا. انا طالبتها بالاصلاح، جاتني دعوه، جاني الافراغ، وخرجوني سيدي بحوايجي انا. مرحبا. تواصلتي مع مول الدار؟ قلتي لي راه حوايجي لداخل. ما تواصل معايا حد، انا مول الدار ما كنعرفوش، كنفيرسي ليه فلوس، ولا واحد السيد اللي كان حدايا كيفيرسي ليه فلوس،
هو اللي عنده التواصل اللي باقين عنده. دابا انت ما لقيتش معاه، ما انت تهضر على حوايجك اللي لداخل. ما كاين حتى حاجه. انا جيت لقيت ولادي في الزنقه، ها هما باقي معاهم في الزنقه. مشيت لجميع الادارات اللي مشيت عنده، كيقول لي يا سير دير شي كاير وكيل الملك. غنمشي ندير شي كاير وكيل الملك، باه من نديرها ما عرفتش، باه من ندير هاد الشي كاير، ونديرها براسي ولا نمشي نديرها بمرتي اللي لقيتها برا، ما عرفتش باش نديرها. والغريب في الامر هو البوليس، فاش عيطت على مرتي بغيت ندوي معاه، هو معايا بوليسي، قال لي معاك البوليس الراجل، وقطع عليا، شادي من المرأة التليفون قال لها كتسجلي فينا، قال هذاك التليفون شوفوا التليفون واش كيسجل ولا ما كيسجلش، شوف التليفون ديالك يدير اللي باغي. قال لك اسيدي غتسجلنا، واش عنده حق هو يشد منا تليفون ما تهضرش معايا؟ واش عنده حق هو يجي يخرج لي ولاد الزنقه ويسد لي على حوايجي؟ هادشي اللي بغيت نعرف، انا بغيت الحل، بغيت الحل هادشي. انا كنطلب شي ورقه باللي فيها باللي راك اشعار على جاتني ورقه فيها 10 ايام، واش انا نطير في 10 ايام؟ مين غنجيب انا باش نكري في 10 ايام؟ وانا 3 سنين ديال كورونا، انا خياط ماشي تا خياط، انا راس مال ماكينه وهاد الدراري هادو ماشي تا خياط، عندي محال ولا عندي شي حاجه، راه كاريها بلاصه للماكينه، كنخلص لها بلاصه ديالها باش كنجيب لهم هما ما ياكلوا. كون ما كانتش كورونا، كون ما جاتش هاد كورونا، ما يلقانيش انا تما، هو يخلصني، شتي هو يعطيني فلوس كري يقول لي هاك تخلصوا بركتم، ما نبركش في هاد الحاله بحق، هاد الحالة ما نبركش فيها بحال هكا. ما بقيتش عرفت اش غندير دابا انا، واش غنخدم، واش غنقابل ولادي؟ مرتي كتبات الضيعة ما كنعرفهاش في كتبات، عاد من بيتها في الناعسة في كينا، ولادي ها هما كتشوف فيهم دابا في الزنقة. انا دابا قلت لك ما عنديش فين نمشي، دابا حاليا ما عنديش فين نمشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله، نتمنوا من الله اننا نشوفوا التفاعل كيف ما كنقولوا دائما في مثل هذه الحالات هذه، نشوفوا الناس كيتواصلوا مع الناس، نشوفوا الناس يعيطوا لهاد السيد هذا يشوفوا من حاله هو ولد وليدات هذو. كيف ما قلنا ثلاثه ديال الابناء ها هما كنوريهم لكم متابعينا الكرام، مع دريري صغيره، مع الزوجه، مع الاب ها هو امامنا. كيف ما قال هو ما عرفش هاد الليله فين يديهم، فين يديهم هاد الليلة هادي، فين غادي يمشي معاهم، كل واحد في وليداتو في كيفاش. فعيب وعاق اننا نشوفو مثل هاد الامور هادي صراحة، كدر في الخاطر. دابا نتايا بغيتي غير حوايجك اليوم من الدار. انا ما بقيتش عارف اش باغي، انا بغيت نعرف انا بعدا هاد القانون مين جاني انا، بغيت نعرف هاد القانون ديال يخرج ليك ولادك برا الزنقة عريانين حفيانين بلا فراش بلا غطا بلا مويكلة بلا والو، لا شيء، ولينا لا شيء لا شيء. انا بغيت نعرف هاد القانون شكون اللي طبقه. انا القانون باسم جلالة الملك مرحبا على عيني وعلى راسي، ولكن خرجني بحوايجي، ما تسدش ليا على حوايجي وتخرجني انا للزنقه. يعني اش كتقول لي انت؟ هادشي راه هو سبب التسول، سبب الفساد، سبب الاجرام، هادشي كيسبب في بحال هاد الحوايج هاد. هاد الناس ما عرفتش علاش كيقلبوا، انا معايا ما عرفتش علاش كيقلبوا، ما عرفتش بغوني ندير انا دابا. مول الدار ما عندكش نمر، شو تعيط لي؟ ما عنديش نمر مول الدار، ما كيهضرش معايا حتى واحد، ما هضر معايا حتى واحد، ما جا عندي حتى واحد، ما دصرني. كون جا عاد دصرني شي واحد انا نهز حوايجي ونمشي بحالاتي. كون جا عندي هالقانون وقالوا لي راه عندك افراغ خاصك تمشي واحد الوقت وتهز حوايجك تمشي بحالك، كون مشيت بحالاتي انا هز حوايجي ونمشي بحالاتي. ماشي غتجي تعطيني 10 ايام، انا مده ديال 10 ايام شنو غندير في هاد 10 ايام؟ وانا كنضرب بياسه بزز لا ضربتها في السيمانه ولا موحال، بعد السيمانه كدوز كامله ما خدامش جالس. انا راه خياطه معروفه، الخياطه من بدات كورونا ما كايناش خياطه، ماتت صافي سالات، ولينا بحال لا كنطلبوا. ورغم ذلك صابرين وباركين وكنتقاتلوا مع الوقت، وتجاتنا دابا هذه المشكله هذه ما لقيتش لها الحل. ما لقيتش لها الحل، عييت ما نقلب على الحل ما لقيتوش. وبغيت نعرف انا علاش هاد الشيء بحكا، واش كاين شي قانون بحال، واش كاين عنده شي حكم عنده شي حكم خاصو يطبقوا علينا بهذه الطريقه؟ راه ما عرفتش انا ما شفتش الحكم، شفت الحكم ديال جاني الحكم. انا كان في الابتدائيه كان عندي غير اداء في الابتدائيه. مشيت عند المحامي قالوا لي خصك دير محامي في السيناف، درت محامي في السيناف، خدا اجل باش يجاوب عليا، ما جاوبش، ما حضرش، تحكمت غيابيا الدعوه. جاني الحكم ومشيت عند المحامي قلت لي دير لي التعرض والتوقيف التنفيذ،
قلت مشى اش دار المحامي خلاته اخرج الاجل عاد الدريه هو عاد الدريه هو التوقيف رفضاته المحكمه وبقى الحكم هو هو كما في الستينات. شويه تجابوا لي ورقه قال لك سيدي عندك 10 ايام هنا وغتخوي كي غندير لهاد 10 ايام الله اعلم ندير جنوي نبدا نقريت بعباد الله نبدا نخطب في البزاطم السكر العيالات ما عرفت هادشي اللي بان لي انا خاصني ندير ديك الساعه ولا نهز هاد الدراري ونبدا ندور نطلب في القهاوي ولا ما عرفتش شبغوني ندير هاد الناس هاد الناس ما عرفتش شبغوني ندير انا شنو الله اننا نشوفوا اخوان محسنين اللي عاونوا هاد السيد هذا في الازمه هذه ونفسوا ليه هاد الكربه هذه لحقاش العين بصيره وليت قصيره كي كنقولوا مسكينه هو كيشوف وليده شو ترخصين او كيشوف وليده شو في الزنقه ما عنده ما يدير لهم ما عنده باش يعاونهم حنايا متابعينا نرى كل شيء سدوا عليه كل شيء كل شيء سدوا عليه ما كاينش شي حاجه خلوها لك ما خلوش لك تا ما عرفتش انا ما فهمش الله ما فهمش شي حاجه هادشي اللي بغيت نعرف انا بغيت نعرف كيفاش غتجي لواحد تخرجوا للزنقه هو وولادو عريانين حفيانين ما عندهم باش يبدلوا ما عندهم ما ياكلوا ديك الميكله اللي عندهم الطاجين راه خلاو غداهم ديرنا الخميس باقي دابا في الطاجين في الدار دابا ما خلو ما تهزاش دار البنت ما خلوهاش تهزها ما عرفتش علاش هادشي واش حاكم علينا المحكمه بالافراغ بلا حوايج بلا حتى حاجه نزيدوهم حتى هادو حنا تزدنا عريانين وغنمشوا عريانين ما كاين حتى حاجه والو هادشي نتمنوا من الله خير نعاودوا نذكروا بالنمره ديال السيد اللي 0615 19 09 06 متابعينا الكرام انا راه ما باغي حتى حاجه وما باغيش انا شي حاجه وما كنطلبش انا باغي انا باغي نعرف باغي حقي انا باغي حقي واش عندي حق ناخذ حوايجي واش عندهم هما حق يجوا يحسدوا لي على حوايج يخرجوا لي ولادي الزنقه هادشي اللي بغيت نعرف انا بغيت نعرف هاد السيد اللي حكم عليا بهذا القانون مين جابو يا واش حنا في دولة ديال الحق والقانون ولا عايشين في غابة هادشي اللي بغيت نعرف انا اكيد فشوف حوايجك ان شاء الله غادي تاخذهم نتمنى من الله ان الناس ديال المنطقة والمسؤولين ديال المنطقة يتواصلوا مع السيد ويطرقوا الباب ديالو لحقاش هو ما عارف شنو يدير ما عارف شنو الحال ديالو كيف ما قلنا النمرة ديالو هي 06 15 19 09 06 متابعينا الكرام شكرا لكم شكرا تشكركم نلقاكم ان شاء الله في مباشر اخر الى اللقاء ايش الملك